استعادة الحياة الطبيعية للمواطن الفلسطيني وتمكين التنمية البشرية في غزة، يعني بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية وغيرها، قد تراجعت نحو 40 عاماً. 40 عاماً من التنمية والجهود والاستثمارات ذهبت أدراج الرياح. في فلسطين اليوم إيرادات السلطة الفلسطينية، عندما نتحدث عن اقتصاد غزة يعني يكاد يفقد تقريبا 30% من ناتجه المحلي، وهذا رقم أيضا كبير للغاية. إجمالي الدمار 72% من كل الأبنية السكنية دمرت كليا أو جزئيا. تقديرات اليو ان دي بي الأولية لكلفة إعادة إعمار كل ما دمر في غزة تتجاوز 30 مليار دولار وتصل حتى إلى 40 مليار دولار. إذن نحن الآن ما يهمنا كأمم متحدة هو أن نؤمن سكنا كريما ولو كان مؤقتا لمئات آلاف الفلسطينيين، وتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم ومياه شرب ومن صرف صحي وطاقة كهربائية لهؤلاء الناس. الأمم المتحدة لن تعمل ولن تشارك في تهجير الفلسطينيين من أراضيها. أي تجمع سيتم إعادة بناؤه أو على الأقل تجمعات المؤقتة ستكون في الموطن الأصلي للسكان، ابن شمال غزة سوف يسكن في شمال غزة وهكذا. مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 7. تقديراتنا بأن هذا التعافي المبكر ممكن أن يكلف ما بين 2 إلى 3 مليار دولار، وبدأنا بالحوار يعني كلنا كمنظمات أمم متحدة بدأنا بالحوار مع المانحين حول هذا الأمر. هناك أستطيع أن أقول تشجيع كبير، ولكن نحن ما زلنا في البدايات لتعبئة الموارد لهذا الأمر. طبعا نحن وضعنا إطارا مرنا للتخطيط. الأطر التقليدية لو أردنا أن نعتمد الأساليب التقليدية في التخطيط والتنفيذ لإعادة الأعمار، الأمر سيستغرق عقودا من الزمن، ونحن لا نملك رفاهية عقود من الزمن. أقصد الشعب الفلسطيني لا يملك هذه الرفاهية. المهم الآن أن نتأكد بأن ما نقوم به بسرعة هو تسكين الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وكل هذا. هذه هي الأولوية الأولى، هذه يجب أن تكون خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار. غزة فقط في الربع الأخير فقط من عام 2023 خسر الاقتصاد غزة 81% من حجمه فقط في الربع الأخير. في سنة 2023 حوالي 22.5% من الاقتصاد الغزاوي انكمش. اقتصاد فلسطين حوالي 5.5% انكماش. ولو استمرت الحرب 6 شهور خلال 24، مضى منهم حتى الآن 5 شهور، الانكماش سيكون 25% للاقتصاد الفلسطيني، ولو ظلت حتى 9 شهور سيكون الانكماش حوالي 29 أو 30%. عن مشاركتهم في إعادة بناء مستقبل. القلق يأتينا من موضوع البطالة. فلو استمرت الحرب لشهر 9 سيكون عدد العاطلين عن العمل في فلسطين وليس فقط في غزة طبعاً حوالي 48%. نسبة الفقر ستزداد إلى حوالي 60%، أي سيكون حوالي 1,800,000 1,900,000 فلسطيني من ضمن الفقراء. التنمية البشرية مع اقتراب الحرب من دخول شهرها السابع، القطاع التعليمي والقطاع الصحي قد تدمر بشكل شبه كامل. 30 مستشفى دمرت في الكامل، حوالي 722 من العاملين في القطاع الصحة قد
قتلوا واستشهدوا، حوالي 104 سيارات إسعاف دمرت بشكل كلي أو جزئي، حوالي 100 مدرسة وجامعة دمرت بشكل كامل، و305 بشكل جزئي. إكمالاً لنتائج التقييم المؤقت.